القرآن الكريم كتاب الله المقروء، حوى كل ألوان وأطياف وأنواع الخير وكل توجيه للعيش السعيد والحياة الرغدة. هذه محكم من محكمات الكبرى في القرآن الكريم، أن الله خلق آدم ابتداء، وهو المنقذ من الضلال والموصل لرضا العزيز الكريم ذي الجلال، وهو الهادي للجنة والمرشد للفوز بها، والعاصم من النار والدخول إليها. قلهم تعالوا إلى كتاب الله عز وجل واسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم. فالمتمسك به مستمسك بالعروة الوثقى، والمحتمي به محتم برب الآخرة والأولى. تأمل هذه المعاني، تأمل هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى المهيمن. نزلت هاتان الصورتان وكثير من سور القرآن في يعني علاج هذه القضايا. نعم. نلتقي بكم أيها الأكارم في هذا الموسم الجديد من برنامجكم آيات محكمات، نغوص معا في درر هذا الكتاب العظيم، ونستعرض بمعيتكم لآلئه وجواهره، ونكشف عن محكمات سوره وموضوعاتها العامة، ونبين كيف أن هذا الكتاب الكريم معجز في كل شيء ومحتوي على كل خير. في الموسم الماضي كان حديثنا عن محكمات الربع الأول من القرآن العظيم، وها نحن اليوم نلتقي من جديد في هذا الموسم لنتحدث عن محكمات الربعين الثاني والثالث من هذا الكتاب المجيد، فمرحبا بكم.